توم شاحنة الجر. مرحباً توم، ماذا تفعل اليوم؟ تلعب ضوء أحمر ضوء أخضر مع صغار أمبر وكيتي؟ حسناً، يبدو هذا ممتعاً. مرحباً إدغار، مرحباً شارلي، يبدو أنكما تعملان بجد. لا، لقد علق أنبوب في إطارك، يبدو أنك لن تستطيع الحركة إدغار. يفضل أن نتصل بتوم شاحنة الجر. توم، إدغار الحفارة يحتاج مساعدتك، هل يمكنك القدوم فورا؟ نأسف أمبر الصغيرة وكيتي الصغيرة، يجب أن نساعد صديقنا إدغار، لكن سنلعب مجدداً قريباً. توم، يجب أن تقوم باستخراج الأنبوبة من إطار إدغار. هاي شارلي، هل يمكنك مساعدة توم برفع إدغار حتى يتمكن من إصلاح إطاره؟ يجب أن تقوم بفك الإطار لاستخراج الأنبوبة. ممتاز، لقد قمت باستخراجها. كل ما عليك الآن هو تثبيت إطار إدغار مجددا في مكانه. فكرة رائعة توم، لنقم بتنظيف الصدى أيضا. يبدو أفضل بكثير الآن، والجانب الآخر. مذهل. يبدو أن جاروفك يحتاج تزييتاً إدغار، عليك أن تتبع توم إلى المرآة ليقوم بعمل اللازم. فكرة رائعة! كيف تشعر الآن إدغار؟ أحسنت عملاً توم! وداعاً إدغار! ودان توم، ما هذا؟
لقد فزتما في اللعبة. أحسنتم عملاً يا صغار. نراكم لاحقاً. توم شاحنة الجر. مرحباً روكي، هنا التحكم الأرضي. هل أنت مستعد للانطلاق للفضاء؟ حسناً روكي، استعد للإقلاع. 3 2 1 انطلق. ما المشكلة روكي؟ لا تستطيع الإقلاع؟ أوه لا، لا تقلق روكي، سنتصل بتوم شاحنة الجر لمساعدتك. توم، هاي توم، روكي الصاروخ يحتاج مساعدتك. أين هو؟ إنه في المطار. انتظر، لا يوجد لدينا وقت كاف لجر روكي إلى المرآب، يجب أن نقوم بإصلاحه في المطار. لما لا تأخذ معك صندوق أدواتك؟ أين صندوق الأدوات؟ ممتاز، لنذهب الآن إلى المطار ونقم بمساعدة روكي. أسرع توم. إنه هناك، ابتهج روكي، لقد حضر توم لمساعدتك. ماذا تعتقد أن تكون المشكلة؟ أوه، هذا يبدو صعباً. هل لديك فكرة توم؟ هل تعتقد أن هناك مشكلة بمحرك روكي؟ هل يمكننا إلقاء نظرة في الداخل؟ ما هذا توم؟ محرك روكي مسدود بوقود قديم. ماذا بإمكاننا أن نفعل؟ هل ترجع إلى المرآب وتبحث عن محرك آخر لاستبداله؟ فكرة رائعة توم، هيا بنا. نحن هنا لنقم بتغيير المحرك القديم. أحسنت عملاً، هل نجرب المحرك الجديد؟ لنرى إن كان مناسباً. ممتاز، هل هناك شيء آخر يمكننا مساعدة روكي به؟ خزان وقود روكي؟ أنت محق توم، يبدو أن وقود روكي على وشك النفاذ. فكرة رائعة، لنتصل بتايسون شاحنة نقل الوقود ليحضر لنا بعضا منه لروكي. تايسون، هاي تايسون، توم شاحنة الجر يحتاج مساعدتك. روكي يحتاج بعض الوقود وهو على وشك الانطلاق إلى الفضاء، هل يمكنك القدوم فورا؟ ها هو تايسون، الآن لنبحث عن فتحة خزان وقود روكي. ها هي، لقد قمنا بتعبئة الخزان بالكامل. كيف تشعر الآن روكي؟ ممتاز، شكرا لمساعدتك لنا تايسون، نراك لاحقا. الآن هل روكي جاهز للانطلاق إلى الفضاء؟ ممتاز، روكي هنا قاعدة التحكم الأرضي.
استعد للانطلاق. 3، 2، 1، انطلق. أحسنت عملاً توم، نراك قريباً. وداعاً روكي، نتمنى لك وقتاً ممتعاً في الفضاء. القطار تروي. مرحباً تروي، يبدو وكأنك تلهو وتمرح اليوم. أوه لا تروي، سوزي في مشكلة، تحتاج المساعدة حالاً وإلا ستقع في النهر. هل بإمكانك رفع سوزي؟ أنت محق تروي، يجب أن نذهب مباشرة إلى مدينة السيارات ونطلب مساعدة أحد الأصدقاء هناك. انتظري سوزي، نحن ذاهبون لطلب المساعدة. أسرع تروي، لنبني عربة جديدة لإنقاذ سوزي. انظر إلى هذه الصناديق تروي، كل واحد منهم يحمل قطعاً لبناء عربة جديدة. أي عربة يمكنها حمل سوزي؟ الرافعة، شاحنة الإطفاء، الطائرة المروحية. فكرة رائعة، الطائرة المروحية يمكنها حمل سوزي. إنه في طريقه إليك. لنرجع الآن وننقذ سوزي. حسناً تروي، لنقوم بتجميع القطع بسرعة، لكن نحتاج أن ننزل القطع أولاً. واو، هذا مذهل. مرحبا يا طائرتنا المروحية، سعيدون جدا بمقابلتك. ما اسمك؟ هكتور، أهلاً بك في مدينة السيارات هكتور. تروي، هكتور يستعمل المراوح للطيران ويمكنه حمل الأشياء أيضاً. هكتور، لدينا مهمة لك، هناك سيارة في مشكلة ونحتاج أن نحملها إلى بر الأمان، هل يمكنك مساعدتنا؟ لا تقلقي سوزي، صديقنا الجديد هكتور يمكنه الطيران وسيقوم بإنقاذك. حسناً هكتور، هل يمكنك حمل سوزي ووضعها على الطريق؟ واو هكتور، هذا رائع! يبدو وكأن إطار سوزي يحتاج إلى نفخ، سنقوم بحملها إلى مرآب توم ليقوم بإصلاحها. حسناً، نراك في المرآب.
مرحباً توم، هذا صديقنا الجديد هيكتور. لقد أنقذ سوزي للتو من السقوط في البحيرة، لكن إطارها يحتاج إلى نفخ. هل ستساعدنا؟ شكراً توم. شكراً لمساعدتك هيكتور، نراك قريباً. وداعاً أصدقائي، نراكم في المرة القادمة. متجر طلاء توم. مرحباً توم، يبدو أنك جاهز لتحويل عميل لديك باستعمال مهارات التلوين المذهلة. هل نستطيع أن نرى من هو؟ إنه الصغير فرانك والصغير مات. ما الشخصية التي ستتحول إليها صغير فرانك؟ جميل، بوباترول مارشال، إنه رجل إطفاء تماماً مثل والدك. وماذا عنك صغيري مات؟ تشيس من بوباترول؟ هذا يبدو مناسباً، الصغير فرانك سيتحول إلى رجل إطفاء وأنت ستتحول إلى ضابط شرطة. ممتاز، توم سيبدأ عمله الآن. الخطوة الأولى هي حماية عينيك. فكرة جيدة توم، ابدأ في المناطق التي تحتاج لونا أبيض. لون رمادي غامق، لما ستستعمل هذا اللون؟ لعمل البقع الغامقة بالتأكيد. تفكير جيد توم. أذنين وذيل. مذهل، صغير فرانك تبدو تماماً مثل بوباترول مارشال الحقيقي الآن. أحسنت عملاً توم. حان دورك صغيري مات. هل أنت جاهز للتحول؟ سنبدأ باللون البني، لكن في البداية يجب أن نحمي عينيك. فكرة رائعة، سروال البوباترول. مدهش، مات يبدو مثل الكلب تماماً الآن.
جميل جدا، أليس كذلك صغير فرانك؟ لقد تحولت صغيري مات، أنت الآن بو باترول تشيس وجاهز للانطلاق. يبدوان تماماً مثل تشيس ومارشال، بهذه السرعة سيصلان سريعاً. شكراً توم، نراكم في المرة القادمة. الشاحنة الخارقة. مرحباً سوزي، ما أجمل الورود التي تحملينها! انظري، مات هناك، إنه يصطاد! مرحباً مات! احترسي سوزي، إنك قريبة من الحافة. أوه لا، هذا شيء مفزع، لقد وقعت سوزي في النهر. مات، سوزي وقعت في النهر، ماذا بإمكاننا أن نفعل؟ فكرة جيدة مات، لنستدعي الشاحنة الخارقة، سيعرف ماذا سيفعل. سوزي تحتاج مساعدتك شاحنتنا الخارقة، لقد وقعت في النهر. إلى أي مركبة ستتحول كارل؟ هذا لا يصدق، لقد تحولت إلى غواصة مذهلة. أسرع إلى النهر. انظري، إنه قادم في الماء، إنه الشاحنة الخارقة. الشاحنة الخارقة يقوم بدفع كل الرمال في النهر لتسهيل عملية خروجك سوزي، إنه يقوم بإزالة كل الأعشاب الضارة.
لقد فعلها! تمسكي بهذا الحبل سوزي! ياي! الشاحنة الخارقة أنقذ الموقف وأنقذ سوزي! ها هي أزهارك سوزي! أعتقد أن الدرس الذي يجب أن نتعلمه هنا هو الحرص عندما نكون قرب الماء. شكراً شاحنتنا الخارقة! نراكم في المرة القادمة! توم شاحنة الجر. عيد ميلاد مجيد توم! ماذا تفعل اليوم؟ إنك تساعد السيارات الصغيرة في تزيين شجرة عيد الميلاد. تبدو مذهلة. برد، إن الطقس بارد جدا هنا. مرحبا كاري، يبدو أنك مشغولة بعمل عصي الحلوى لليلة عيد الميلاد. ما هذا الصوت؟ آلة الحلوى مسدودة؟ لا، يفضل أن نتصل بتوم شاحنة الجر. توم، كاري سيارة الحلوى تحتاج مساعدتك، هل يمكنك القدوم معنا فوراً؟ نأسف لكم أمبر الصغيرة وليلي الصغيرة، سنعود لكم في وقت لاحق لنساعدكم في تزيين الشجرة. لا تقلقي كاري، سنقوم بجرك إلى المرآب وإلقاء نظرة على حالتك. إنها في مكان قريب. واو توم، السيارات الصغيرة قامت بتزيين المرآب. لنلقي نظرة على آلة الحلوى لديك كاري. ما هذا؟ هل هو جليد؟ هل تعتقد أن آلة الحلوى لدى كاري قد تجمدت لأن الطقس بارد جدا؟ هل يمكننا فحصها؟ أنت محق، لا تقلقي كاري، سنقوم بتدفئتك. ما هذا؟ مدفأة؟ فكرة رائعة! هل تشعرين بالدفء الآن؟ ممتاز! هذه الحلوى لك توم! هل هناك ما يمكن فعله لمنع تجمد آلة كاري مجدداً؟ هل أعجبك كاري؟ مذهل! هل هذا كل شيء توم؟ لا؟ ما هذا؟ محرك جديد لآلة حلوى كاري؟ واو! إنها هدية عيد ميلاد رائعة!
يمكنك عمل ضعف كمية الحلوى التي كنت تقومين بعملها مسبقاً. هل كاري جاهزة للعودة للمنزل وعمل الحلوى مجدداً؟ ممتاز! وداعاً كيري، وداعاً توم، عيد ميلاد مجيد!